مرحبا بكم، أنا رفقة يعقوبي أستاذة اللغة العربية. عرفتموني وسط هذه السنة من خلال دروس مادة العربية الموجهة لبقية المستويات والموجودة على منصة ليسينا، وسأكون حاضرة معكم في حصص المراجعة الخاصة بمادة العربية لتلاميذ الشعب العلمية. نحن نعلم أنكم مع اقتراب المناظرة تشعرون بالضغط الشديد وتشعرون بضيق الوقت، وربما تهتمون بتحصيل المواد الأساسية وتهملون المواد الثانوية. سنحاول أن نساعدكم على توفير الوقت والجهد، وستجدون على هذه المنصة كل ما تحتاجون إليه للحصول على أعداد ممتازة في هذه المادة البسيطة إذا شئنا. ستجدون ملخصات ودروسا نظرية شاملة لكل المحاور، وستجدون أيضا حصصا منهجية تساعدكم على تعلم كيفية الإجابة على كل الأسئلة بدءا بالمداخل وصولا إلى الإنتاج الكتابي. ولن تكون الأسئلة التي ستجدونها في اختبار البكالوريا مختلفة عما سنراه في هذه الحصص، إضافة إلى تطبيقات مختلفة في كل المحاور. سنحاول أن نساعدكم على تيسير العسير وتذليل الصعاب وربح الوقت وتوفير الجهد كذلك. ولا تنسوا أن كل نقطة يمكن أن تحدث فارقا كبيرا في هذه السنة المصيرية، ولا تنسوا أيضا أن الحصول على عدد ممتاز في مادة العربية أو في غيرها من المواد الثانوية يساوي نقطة في المعدل العام، ولذلك أنصحكم بالاهتمام بمادة العربية وبغيرها من المواد الثانوية. لا تهتموا بالمواد الأساسية فقط، وإنما يجب أن نهتم بكل المواد التي سنمتحن فيها. أرجو أن تجدوا غايتكم في هذه الدروس، وأرجو أن تفيدكم جيدا، وأرجو أن تتحصلوا على أعداد ممتازة في مادة العربية وفي غيرها من المواد. سأكون حاضرة معكم أيضا في حصص مباشرة للإجابة عن كل أسئلتكم فيما يخص مادة العربية، وفي النهاية أرجو لكم التوفيق في هذه المناظرة.